أهلا بكم مشاهدينا إلى أبرز الأخبار في دقيقة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد كوريا الشمالية باستخدام القوة في حال استمرت بالتقليل من شأن الولايات المتحدة وحلفائها. إجراءات قانونية لتمكين شركات الموقوفين من مواصلة أنشطتها في السعودية. ارتفاع وتيرة التوتر بين السعودية وإيران، وواشنطن تدين إيران وتستعد لمواجهة إرهاب طهران. المغرب تطلق أول قمر صناعي للمراقبة. انطلاق مؤتمر المناخ في مدينة بون الألمانية. والأرق واضطراب النوم يسبب الموت المبكر. ودراسة صحية إلى كل النساء، احذري أحمر الشفاه المجرب. وتغييرات ثورية لإنقاذ سناب شات من التراجع المستمر، وتويتر يضاعف عدد حروفه رسمياً.